بسم الله. شوف شوف هذه اكبر قطعه لحم في العالم. اليوم غنجربوا داك اللحم اللي استوردوه للمغرب وغادي نطيبوه بهذه الطريقه هذه اللي كيدخل فيها الفران وكتزيد عليه واحد مجموعه ديال الخضار بحال البطاطا والبصله ومطيشه ومجموعه ديال التوابل. وحنا بطبيعه الحال غنجربوا مع واحد الدكه ديالاتي وتيقولك على انه كيجي ألذ لحم في العالم. وايلي زعما تصدق نجربوها. سمعت مؤخرا بلي استوردوا شي جواميس للمغرب واخا شارفين ولكن تيقولك على ان اللحم ديالهم بنين بزاف. غادي نجربوا اللحم ديالهم ونشوفوا كيفاش داير. غادي نجيبوا شي صينيه من الفران. اول حاجه غنحتاجوها واحد الكتف يكون كبير بحال هذا. غنحطوه في الصينيه. غادي نزيد عليه واحد شويه ديال البصله، واحد خمسه الحبات ديال البطاطا، واحد 4 كيلو ديال الخيزو. مطيشه ما غاديش نكثروا، غادي نديروا غير واحد كيلو. غنجيبوا مونيريت فاش غنطحنوا العطريه. غادي نديروا واحد شويه ديال العطريه فيها الملحه والكمون والثومه غبره والبصله غبره، المهم جميع انواع العطريه. وضروري خصنا واحد شويه ديال القزبور والمعدنوس، نزيدوهم كذلك. نسدو مونيريت على كل شيء ونطحنوا بسم الله. بعد ما تسطحنا هاد العطريه، شوف 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 الغبره ديال العطريه عاطيه، ونكبوا هاد العطريه هادي من الفوق بحال هكا. يا سلام هادشي كيشهي. فوالا نمسدو هادشي شويه على داك الكتف وعلى الخضره باش ينتشر مزيان. ودابا غندخلو الفران وغنسدو عليه واحد ساعه الا ربع، ومن بعد نجبدوه. حنا كنسيرو اللحم يطيب، غادي نعمرو واحد الدكه فاعله تاركه. غنجيبو شي براد بحال هذا. البراد ديالي بعتو لحقاش ما لقيتش باش نسير الخضره، اضطريت نبيعو. انا جبتو من البركاسه، نحطوه بحال هكا. غنديرو واحد شويه ديال الماء، حقا نسيت الماء مقطوع لحقاش ما خلصتوش. يلا كنتكافى مع الخضره ومع المسائل الاخرى. غادي نجيبو اتاي وغنديروه في البراد. نديرو واحد شويه ديال السكر، وباش تطلع الدكه ديالنا ناضيه ضروري تزيد واحد شويه ديال النعناع. نسدو البراد، نشعلو البوطا، حقا نسيت حتى البوطا مساليه لحقاش ما لقيتش باش نعمرها. المهم نستناو حتى يطيب بيد ما يكون طاب اللحم حتى هو، ونذوقو داكشي نشوفو كيفاش جا. هنا راكم واش غادي يجي بنين اولا لا، كلشي كتب لي الراي ديالو في التعاليق. Many minutes later. على ما كنظن دابا اللحم غادي يكون طاب، غادي نجبدوه من الفران. بسم ويلي ناري ناري ناري. يا سلام يا سلام يا سلام، انت شوف هي داكشي كيفاش جا. با 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 هادشي هذا راه تاكل حوايجك من وراه، اما صباع يديك ما تقدرش تاكلهم. ما كنتش كاع كنتصور لانه غيطلع بهذا الجمال هذا. بسم الله نكب واحد الدكه ديال اتاي. فوالا كنستعملو هاد الكيسان صغار نمر الدار باش يلاه هاد البراد يقدنا كاملين. حيت راكم عارفين داكشي غالي ما نقدوش نديرو بزاف. دابا على بركة الله نبداو. باش غنبداو بالخضرة ولا باللحم؟ غادي نبدا بداك الطرف ديال اللحم. يا سلام انت شوف العطرية كيفاش شادة فيه. شوف العطرية كيفاش شادة فيه. بسم الله. ناري 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 وناري شحال بنين. با 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 غندوزو هاد اللحم هذا مع واحد شويه ديال الخضره. بسم الله. الاصدقاء اللي قالوا هاد التجربه هادي ما تصدقش اكيد غتكونوا تقلبتوا. لحقاش صدقات احسن صينيه ديال اللحم في العالم. بسم الله. ندوزو بواحد الدكه ديال اتاي. بسم الله. ولا يني دكا هي ودكا واش من دكا. صراحة تحية لأي واحد كان مسؤول على أن المعيشة رخيصة بهذه الطريقة هذه وكنستمتعوا بالأكل من هذا النوع هذا. ما تنساوش تخليو لي التجارب من هذا النوع اللي بغيتو نجربهم معاكم. بعد الخير موجود وكل شيء رخيص الحمد لله.